شواطنا مستمرة مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذا الصباح الجميل، انطلاقة سليمة للشوط الثامن في تعداد أشواط صباح هذا اليوم الشوط الثامن، وهو الخاص أيضا بالفطامين الجعدان. مسافتنا هي 2 كيلومترات، انطلاقة سليمة وتحديات رائعة في هذا الصباح الجميل مع هذه الاهتمام بهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. ننطلق بالصدارة، نتابع البداية وراء أشقر لسعيد بن خميس بن سيف الحساني، من انطلق بالصدارة نتابع المركز الثاني والقدوم أيضا. التحديات في هذه اللحظات من مغامر لسيب بن يمع بن خميس الغويص، والتحدي القدوم والتسلل، التسلل من مايهاب لعبد الله بن سعيد بن عبد الله الدهماني ينطلق مع المركز الثالث. رابع التحديات معزم لعلي بن سعيد بن راشد بن سعيد النعيمي، بينما انطلقنا مع المركز الخامس بقرة مصدع لسهيل بن عبيد بن عبد الله بن يميع. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى مع هذا التحدي مثير. ولكن نعود مع أشقر، نتابع أشقر على صدارة هذا الشوط. سعيد بن خميس بن سيف الحساني من انطلق أيضا مع التحديات الجميلة. يا سلام، المركز الثاني القدوم أيضا، التحديات الرائعة في هذه اللحظات من مايهاب لعبد الله بن سعيد بن عبد الله الدهماني. من بدأ يتسلل مع المركز الثاني والثالث. التحديات مغامرة لسيف بن يمعة بن خميس الغويس، الكوكبة الثلاثية في هذا الشوط مع هذا التحدي المثير. والقدوم أيضا من مجد، من يتسلل محمد بن زايد بن محمد المنصوري، والتحديات أيضا من شاهين لمحمود بن حبيب بن محمد الرضا. هذه النتيجة، يا سلام. نعود مع الصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرهني أيضا يا سلام. التحديات من مفتي لمحمد بن عبد الله بن 70 العامري، ولكن نتابع ميد محمد بن زايد بن محمد المنصوري. اللحظات الأخيرة، التحدي الأخير، ومجد على الصدارة يطالب بمجد هذا الشوط مع هذا الانطلاق المثير مع هذا التحدي الجميل. مجد، والنقطة الثانية في هذا الصباح، تهانينا لمحمد بن زايد بن محمد المنصوري. سلام يا الغربية، سلام. اسعدت صباحا مع هذا التحدي المثير. هذه لحظات الوصول، المركز الثاني مفتي محمد بن عبد الله بن 70 العامري، المركز الثالث. التحديات من شاهين لعلي بن راشد بن سيف الشاوي، والمركز الرابع انس ناس محمد بن راشد بن سالم الغيلاني، المركز الخامس لسهيل بن عبيد بن ميع. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. ولكن نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول مجد إلى خط النهاية بعد ما قدم الأداء المتميز والعرض الرائع. يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 3 دقائق و4 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري على فوز مجد بالمركز الأول، بينما اللي وصل مع المركز الثاني اللي هو المفتي لمحمد بن عبد الله بن 70 العامري. المفتي يقطع مسافة 2 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 3 دقائق بالتأكيد و9 أجزاء من الثانية، بينما اللي وصل مع المركز الثالث. اللي وصل مع المركز الثالث شاهين لعلي بن راشد بن سيف الشاوي الأغفلي. هذه لحظات وصوله إلى خط النهاية بعدما أيضا تتوج بالمركز الثالث 3 دقائق 4 ثواني و3 أجزاء من الثانية. تهانينا لعلي بن راشد بن سيف الشاوي الأغفلي.